دائما في أي معركة وفي أي حرب عندما تتقدمي بسهولة للأمام دون أي عوائق فأدركي واعرفي أن هناك كمائن. إذا قررنا بين الحدثين 2002 و2023 شو الفرق الجوهري خلينا نقول ميدانيا؟ المقاومة عمل تراكم وهذا أثبت الميدان. ونفكر إنه الجيش اللي عنده أبطال وأقوياء وهيك والله كنا نسمع صراخهم كان صراخهم معبي الدنيا. أجوا حطونا بغرفة استخدمونا كدروع. كلهم إحنا مش مقاومين ولا المسلحين بعرف كلهم شكوا فينا. الاحتلال فشل بكل شيء. الانتصار الذي حصل نقل جنين ومخيمها ومنطقتها مراحل بعيدة جدا عن أي أدنى إمكانية للاحتواء السياسي. احنا رجعنا هسه على المخيم ومستنى بالمعركة الجاية اللي بعدها. أنا بتمنى شغلة واحدة من هذا العدو، قاتلونا وجها لوجه واكفينا ذلك. سنريكم من هو مخيم جنين ومن هم رجال مخيم جنين.